السلام عليكم. تجربة وفتح صندوق جهاز كاميرا أنستا 360 Go 2. حياكم. طبعا الكاميرا هذه ممتازة جدا في الأكشن والتصوير، في لها مميزات مختلفة عن باقي الكاميرات الأخرى الموجودة. من ضمن المميزات اللي بتعتمدها في الكيف هي هاند فري، يعني تقدر تستخدمها بدون اليد. فلو ستارتنج هي في تقنية ال 360 درجة، ماجنتيك اللي هو المغناطيس، تصوير فيها 1440 بي مع فريم 50 فريم، مقاومة للماء على عمق 30 إلى 40 متر، أوتو أكشن فيها، تقنية السلو موشن رائعة فيها، واي فاي، ريموت كنترول الكيس اللي فيها. طبعا كمان فيها تقنية السبورت، فيها مانع اهتزاز الكتروني جدا ممتاز، يعني صارت التقنية فيها اشياء يعني زي التقنيات السحابية او كذا، بحيث انها تمنع اهتزاز الكاميرا او اهتزاز التصوير. ايوه يعني كذا. طبعا في الكيس هذا، في الصندوق، حتلقى فيه خيارات كثيره لك. من ضمن الخيارات الكثيره حيحطوا في الصندوق مع الاشياء، يعني زي كذا حيحطوا المغناطيس وال الكيس حق الشحن، وفي زي الترايبود كذا تعلقه في السيارة او الدراجة، او تعلقه في غرفتك وتصور منه، تقدر تصور منه فلوقات، تصور منه فيديو عادي، تصور فلوقات، يعني في عدة خيارات. وتقدر ايضا كمان المغناطيك هذا تقدر تحطه تحت الفلينة وتلصق الكاميرا، وفي برضو ترايبود ثاني يتحط في الكاب او يتحط في الربطة اللي على الراس وانت تهرول او تمشي وزي كذا. الكاميرا جدا خياراتها حلوة، وغير كذا انها مقاومة للصدمات، مقاومة للماء زي كذا. وفي لها خيارات كثيرة، يعني خيارات تقدر تشتري لها عدسات زيادة، تقدر تطور عليها، تقدر تشتري لها الترايبوت اللي ترفعه فوق حلو حق السيلفي، في لها خيارات جدا رائعة. طبعا تتميز هذه الكاميرا ايضا، تتميز بالاكشن، حركات الاكشن، بالإضافة لمو بس الأكشن، يعني تقدر تصور بها حاجات مرة كثير، تقدر تصور بها أكشن، تقدر تصور بها فلوقاتك، تقدر تصور بها فيديو، تقدر تصور بها صور عادية، يعني تقدر تستخدمها في الإخراج، يعني جدا رائعة ومميزة بصراحة. يعني وحجمها صغير، يعني زي كذا مثل ما أنتوا شايفين. طبعا إذا شحنتها فل 100% حتصور لك من يعني 9-10 دقائق، وكمان زود عليها 8 دقائق، يعني تقريبا 20 دقيقة حتصور لك.
هم كاتبين 45 دقيقة في الشحنة الواحدة، لكن أنا حاولت إني أصور بيها أصور بيها، ما قدرت أصور إلا يعني 20 دقيقة فقط وزي كذا، لكن ممتازة هي صراحة ممتازة. ما أدري ممكن مع يسووا تحديث جديد أو شيء كذا يخلوها تصور 45 دقيقة، ما أدري، أو يمكن 45 دقيقة إني أصور 20 دقيقة بعدين أرجع أشحنها في الشاحن هذا حقها الصغير، بعدين أخرجها مرة ثانية وتصور 25 دقيقة، يمكن حسبوها زي كذا لأنه مكتوب 45 دقيقة في التصوير، لكن أنا جربت ما تطلع 45 دقيقة، أضطر إني أشحنها بعد 20 دقيقة وكذا، يمكن مع الشحن أكثر من مرة يمكن تتحل هذه المشكلة أو كذا. طبعا هذا حجم الكاميرا مثل ما انتم شايفين، حجم الكاميرا صغير جدا، وهذا الغطاء الأسود هو غطاء للكاميرا، تقدر تفكه وتطلب لها خيارات أخرى من كاميرا عفوا أو عدسة مختلفة اللون أو عدة ألوان أو كذا، أو تغير في العدسة هذه إذا تبغى. طبعا هذا الكتيب، في كتيب في الكيس وفي أوراق هذه مكتوب فيها بعض التعليمات وكذا، وفقط هذا الموجود الآن. طبعا هنا في أيضا برضو بعض الكتيب بعض الأوراق الأخرى، طبعا حيجي معها مثل ما قلت لكم هذا اللي هو اللي يمسك الكاميرا تعلقه في الكاب أو كذا، وهذا سلك الشاحن تايب سي، وهذا اللي هو الترايبود اللي فيه زي مثل اللاصق تعلقه في أي مكان، وهذا الكيس، والكيس في الداخل فيه مغناطيك وتقدر تمسكه وكذا يعني مثل كذا يعني تحمله وتصور به كذا. هذا المغناطيك اللي هو اللي يتميز فيه هذه الكاميرا، يتميز فيه هذه الكاميرا المغناطيك، تحطه تحت الفلينة وتلصق في الكاميرا، بعض الأحيان تلصق في أماكن يعني يكون فيها حديد وكذا بدون المغناطيك هذا والقطعة ذي. طبعا شوفوا كيف الكاميرا يعني تلصق، كيف تلصق كذا بالطول وبالعرض، تلصق بالطول وبالعرض. شوفوا كيف تلصق الكاميرا، هنا الكيس هذا، هذا تلصق فيه الكاميرا ويشحن في نفس الوقت وكذا، شكله شوفوا يعني شكله زي الأرنب،
يعني شكله أو تصميمه مثل الأرنب أو عين الأرنب. يعني تصميم الكيس هذا، تصميم الكاميرا مستوحى من سبحان الله، يعني مسوينه مثل الأرنب. يعني شوفوا كيف لما تفكوا كذا مثل الأرنب. وهذا الكيس تقدر تستخدمه يدوي، الترايبود عفوا، تقدر تستخدمه يدوي وتستخدمه في تعليق على الحائط أو السيارة. طبعا هذا الثاني هذا ما يشحن، بس إنه كذا يعني للصق. هذا للصق فقط، لكن الترايبود هذا الثاني الكيس شارج شحن يعني تسند كذا. هذا الثاني اللي هو الأول عفوا، هذا الكتيب مثل ما انتم شايفين، هذا الكتيب يقول لك الطريقة يعني كيف انك انت شوف، هذا على اليسار يقول لك خطأ وعلى اليمين هذه الطريقة الصحيحة. يعني ارفعه كذا، ارفع الترايبود فوق القلب، لا تنزله على القلب، الظاهر في مشكلة او شيء. طبعا الكاميرا تتحمل تتحمل السباحة بدون ما تشتري لها شيء خارجي او شيء، يعني تنزل تسبح بها عادي، تصور بها تحت الماء، تغوص فيها عادي، ما في اي مشكلة. حتى الكيس حقها هذا يتحمل، يعني بالكيس حق الشحن نفسه مصمم انه يتحمل السباحة والغوص، يتحمل الصدمات. هذا الكتيب التعليمات الموجودة. طبعا طريقة تثبيت الهاند في الراس، طبعا الكتيب باللغة العربية يدعم اللغة العربية بالكامل. طريقة تثبيت التطبيق أو البرنامج ووصله بالجوال، جوالك أو اللابتوب. طبعا عدة طرق للتوصيل، في عن طريق الواي فاي، في عن طريق البلوتوث، في عن طريق التطبيق وزي كذا. طبعا تصميم الكاميرا جدا عجبني، يعني زي الأرنب كذا ريبوت. طبعا الأرنب يعني يرمز للرياضة أو الأكشن أو إنه سريع، يعني تصميمها جدا رائع. طبعا شوفوا كيف مثل الأرنب، وحجمها غير كذا، إنه حجمها يعني تحطه في الجيب تاخذه معاك، يعني حجمها شوفوا مثل الأرنب، شايفين كيف؟ فحجمها جدا رائع، وتقدر كمان تشبكها في التايب سي، وتشبكها في هذا في الترايبوت للسيلفي من هنا، شايفين؟ تصميمها جدا رائع، يعني أبدعوا شركة انستا في هذا التصميم.
والآن أترككم مع تصوير فيديو. اوكي نقشه.
Thank you.
Thank you.
Thank you.